ظاهرة الهدر المدرسي هي من أولويات الأوراش التي تم فتحها في على صعيد الوزارة. اليوم كي كتبعوا معنا واحد العدد ديال المبادرات قمنا بها للحد من الهدر المدرسي. أولا برامج الدعم الاجتماعي، تعميم التعليم الأولي، واليوم الحمد لله كنطلقوا هذا الورش الوطني ديال من طفل إلى طفل للقضاء النهائي على الهدر المدرسي من هنا، من هذه المدرسة الجماعتية بمجلو إقليم طنجة أصيلة، ولها رمزيتها لأن كي قلت النسب ديال الهدر المدرسي على المستوى القروي هو 5%، وحنا سطرنا في مشروع تنفيذي للوزارة باش إن شاء الله من هنا ل 2024 ننزلوا ل 1%. لهذا خصنا نكتفوا هذه البرامج ونطوروها، واليوم الحمد لله عندنا خلقنا واحد التعبئة جماعية من أسر، من تلاميذ، وأيضا من فاعلين تربويين. اليوم بغينا ينخرطوا التلاميذ مباشرة، لهذا سمينا هذا البرنامج من طفل إلى طفل بمعية اليونيسف وأيضا كندا، سفارة كندا اللي كتعاوننا في هذه المبادرة. هذا المشروع اللي غادي يكون عنده واحد الأثر جد إيجابي على الطفل، لأن الأطفال غادي يمشي وغادي يعبئوا واحد الثمارة، وعطيناهم واحد القائمة ديال الأسماء اللي انقطعوا على الدراسة باش نوقفوا على شنو الخلل، أين يكمن الخلل، وأين شنو هما الأسباب ديال هذا الانقطاع المدرسي. وكاين من بعد واحد التعبئة ديال جمعية الآباء وأولياء التلاميذ وأيضا المدراء والأساتذة باش يدخلوا في نقاش مع الأسر للتحسيس ديالهم ولتوضيح لهم، لأن هذا عنده واحد الأثر سلبي هذا الانقطاع. واليوم هانتوما شفتوا التلاميذ والتلميذات ولا سيما الفتاة القروية، اللي اليوم واحد العدد البرامج متجه للفتاة القروية لتندرس الفتاة القروية، واللي حقيقة يمكننا ننهضوا بالجماعة القروية عبر النهوض بتندرس الفتاة القروية. الاسم ديالي ياسمين أخروف، كنقرا في ثاني إعدادي، كنت انقطعت على الدراسة هذه شي 5 سنين في 2015. من بعد قنعوني والديا باللي ضروري قراية، ضروري يعني ممكن حتى شي حاجة من غير قراية. موراها رجعت لواحد الجمعية للعون والإغاثة هي اللي عاونتني وساعدتني حتى رجعت كملت القراية ديالي وعطتني فرصة ثانية باش نعاود نكمل القراية ديالي. وديك سلايتك عملت امتحان ديالي السادس نجحت فيه، مشيت إعدادية الأطلس أردني و قريت الأولى ودابا أنا في الثانية. كنشكر كل ما ساعدني منهم والديا أولا ومدير إعدادية الأطلس محمد تجدي القباش، كنشكرو حيت هو اللي شجعني وبفضله رجعت حتى لهذا المستوى هذا. وكنعطي نصيحة أن من غير المدرسة ما كاين حتى شي حياة أخرى.